بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وجاي دلوقتي معدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! ونبدأ جولتنا الرياضية مع أخبار منتخب مصر، واللي حقق فوز مهم على المنتخب الغيني بنتيجة 1-0. سجل هدف مصطفى محمد في الدقيقة 85 من المباراة اللي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023. وقدر إيهاب جلال يحقق الفوز في الظهور الأول بعد تولي القيادة الفنية للمنتخب. اتحاد الكرة حرص على تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا، حيث تم عمل ممر شرفي للنجم العالمي، وبعدها سلم المسؤولين في الاتحاد درع خاص مكتوب عليه دائما نفتخر بك، وده كان باللغة الإنجليزية تقديرا لجهودي خلال الموسم مع منتخبنا الوطني ونادي ليفربول. مجلس إدارة نادي إنبي أعلن تعيين البرتغالي جورفان فيريرا مدير فني للفريق خلفا لحلمي طولان، واللي تم توجيه الشكر له على الفترة اللي قضاها مع الفريق، ويتم عقد مؤتمر صحفي النهاردة لتقديمه لوسائل الإعلام. الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا قسم اللعيبة لأربع مجموعات، ده لأداء فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة خلال التدريب اللي اتعمل امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وأدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية بجانب سباق سرعات بين اللعيبة في جزء صغير من الملعب، وده كان تحت قيادة أنري فيليب سوزا مخطط الأحمال. اتأهل منتخب ويلز لكأس العالم 2022 في قطر المقامة في الفترة من 11 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وده للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب أوكرانيا بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال. منتخب البرتغال حقق فوز كبير على منتخب سويسرا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الأول، وكان السبب في الهدف الأول اللي سجله ويليام كارفيالو في الدقيقة 15 قبل ما يسجل الهدف الثاني والثالث، واحرز الهدف الرابع كانسيلو. بالنتيجة دي بتتربع البرتغال على صدارات المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن التشيك، وسويسرا في آخر المجموعة بدون أي رصيد من النقاط. وحقق منتخب إسبانيا التعادل قدام المنتخب التشيكي بنتيجة 2-2 في المواجهة اللي جمعت بينهم امبارح في تاني جولات المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية. النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أو قائد منتخب الأرجنتين لاكتساح منتخب إستونيا بنتيجة خماسية نظيفة في اللقاء الودي اللي جمعهم على ملعب السادار في إسبانيا. الخماسية اللي سجلها ميسي هي الثانية في مشواره، خصوصا أنه سبق وسجل 5 أهداف في مباراة واحدة مع فريقه السابق برشلونة في دوري أبطال أوروبا. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمحمد وهدير عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، ولسه كلامنا عن الرياضة مستمر.